زرنا بعض المناطق، ولكن الهدف من هذه الزيارة هي الاستماع إلى عدد من الأطراف، ليس كل الأطراف طبعا، خاصة الأطراف الرسمية وبعض الأطراف الغير حكومية. ونحن نأمل أن نضع أن هذه الزيارة ستساعدنا على وضع أولويات هامة في زيارة الأماكن، سواء كان السجون أو مواكب الاعتقال أو الأماكن التي تضررت بالحرب بكل أنواع، سواء كان حربية كانت الضربات الجوية أو غيرها. هذه المرحلة الأولى إيجابية وقد حققت أهدافها، ونتمنى أن المراحل القادمة التي ستدوم بضعة أشهر أن تكون وأن تصل إلى نفس النتيجة. ونتمنى أيضا أن يعني يكون عملنا قد يساهم بقدر ما في رصد وكشف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن.